غضب الليل قائلا: سحقا لك أيها النهار، فقد أسست بنيانك على شفا جرف هار. تناظلني ومني كان انسلاخك وظهورك، وتفاضلني وبي أرخت أعوامك وشهورك. ألم يأن لك أن تخشع للذكر فتعترف برتبة التقديم في الذكر؟ وكيف يعيبني بالسواد؟ وهل يقبح السواد إلا في الفؤاد؟ وعلام جعل السواد على النقص علامة، وهو مشتق من السؤدد لدى كل علامة. أما درى أني حزت من الكمال الحظ الأوفر حتى تحلى ببديع وصفي العنبر والمسك الأظفر؟ وكيف يعيبني بالخداع والحرب خدعة، وليس الشيء بموطنه بغريب ولا بدعة؟ وأما افتخارك علي بالصلاة الوسطى فليس إنصافا منك ولا قسطا. أما كان افتراض الصلاة في ليلة العروج، فما بالك تدعي الارتقاء إلى هذه البروج؟ وأما افتخارك علي بشهر رمضان، فهل صح لك صيامه إلا بي بدءا وختاما؟ هذا وأني أتكفل الصائم بمديد الراحة ووافر الأجر حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود. وهل في مطالع سعودك أشرقت بدور العيدين؟ أم على جناح جلحك أسري بنور طلعة الكونين؟ وهل في تجليات أسحارك يقول الرب: هل من سائل؟ فيناجيه العبد متضرعا بقلب خاشع ودمع سائل: أقسم بالشفق والقمر واتسق، لأسبين رومي النهار ولأجعلنه عبرة لذوي الاعتبار. فقد تزي المملوك بزي الملوك وادعى مقام صاحب السير والسلوك. أما كفاه ازدرائي وتحقيري حتى حكم بتضليلي وتكفيري؟ فكم أسبلت على عوراته ذيل الستر وهو لا يبالي بهتك أستاري. أف لك من فاضح، ألا يكفيك ما فيك من المفاضح؟ غضب النهار فرد عليه: